نعم مايا، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. نحن فعلا مستمرون بتغطية فعاليات معرض جاتكس جلوبال من نسخته 44 لثالث يوم على التوالي. كل يوم مايا يكون هناك عنوان معين أو ثيم معين. أول يوم كان الاستثمار التكنولوجي، اليوم الثاني كان سوبر اي اي تيوزدي أو ثلاثاء الذكاء الاصطناعي، واليوم هو سايبر سيكوريتي داي أو يوم الأمن السيبراني. العديد من ممثلي هذه الشركات المتواجدة اليوم سيجتمعون في ندوات لمناقشة العدد المرتفع من الهجمات الإلكترونية التي حصلت خلال الأعوام الماضية، كيف يمكن للأفراد والمؤسسات أن تتفادى هذه الهجمات الإلكترونية، وما هي سبل التعاون والتطوير بين هذه الشركات والمؤسسات الحكومية يعني تطوير بنية تحتية أقوى فيما يخص الأمن السيبراني. وإذا يعني نظرنا إلى هذا الجانب مايا، عدد الهجمات السيبرانية يرتفع أو ارتفع بشكل كبير خلال الأعوام الماضية. هناك تقرير لمنتدى الاقتصاد العالمي يشير بأنه العالم شهد 1600 هجمة إلكترونية كل أسبوع أسبوعيا خلال الربع الثاني من 2024. هذه النسبة هي بزيادة بنسبة 30% عن بالمقارنة مع 2023. وبالتأكيد مع زيادة هذه الهجمات هناك زيادة في الإنفاق حول العالم. من المتوقع أن يصل الإنفاق على الأمن السيبراني إلى تريليون و700 مليار دولار من الفترة الممتدة من 2021 وحتى عام 2025 العام المقبل، وبإنفاق قد يصل إلى 200 مليار دولار في عام 2024 وحده. طبعا سنوافيكم بكل مستجدات هذا اليوم تباعا من هنا من دبي وورلد تريد سنتر.